حسب برامج الاحزاب السياسيه اللي تاثر عليها تناول الاحزاب السياسيه الاخرى. لكن كيف ما قمتنا المقابله ديال السي شكور ديال انه نقول ان التطبيق واحد الاكزرسيس ديال واحد التمرين تطبيقي ديال واحد الحزب من الاحزاب اللي هو فكره اليسار الديمقراطي كيف كيتناول الموضوع ديال فرد محاربه الفساد وحمايه المال العام في البرنامج ديالنا. البرنامج ديالنا هو هذا. البرنامج ديالنا عباره على الاعتبارات التواصليه باش يمكن نوصلوه ونيسروا التواصل، عباره على 255 اجراء، 255 اجراء واحد سبعه ديال المجالات، هي كل المجالات، مجالات الشان العام ككل، 255 اجراء. وضمن هاد 255 غادي نتناول 10 ديال الاجراءات تهم محاربه الفساد وحمايه المال. في 255 كاين على الاقل، ربما كاين اكثر، كاين اللي بشكل غير مباشر ولكن بشكل صريح وبشكل دقيق كاين 10 ديال الاجراءات. فاذا في هذا البرنامج هذا اذا اللي كما قلت فيه سبعه ديال المحاور الكبرى، سبعه ديال المجالات. الموضوع ديال محاربه ديال مكافحه الفساد وحمايه المال العام ما هوش موضوع خاص في البرنامج ديالنا، ولكنه مقتضيات عرضانيه كتلقاها في جل الى ماشي في كل المحاور، في كل المجالات السبع اللي تناولها البرنامج الحزبي ديالنا. ف وكذلك الاعتبارات ديال التواصل كنعتبروا برنامجنا رساله بالنسبه للرمز ديال الرساله، تعتبر البرنامج ديالنا رساله للمجتمع المغربي. وكذلك البرنامج ديالنا في كل مجال من المجالات عباره عن رسائل فرعيه. فالرساله الاولى تهم الاصلاح السياسي والمؤسساتي في 27 اجراء. الاصلاح السياسي والمؤسساتي وغادي نرجع لها، وغادي نوضع امامكم اربعه ديال الاجراءات اللي كتهم محاربه الفساد وحمايه المال العام. فاذا هذه الرساله ديالنا العنوان ديالها، وربما هذا هو لان هذا هو الذي سنعتبره البوصله، الاصلاح السياسي والمؤسساتي. نذكركم باننا قاطعنا الدستور ديال 2011، عرضنا الدستور لكنه ملزم لنا حاليا بطبيعه الحال كجميع الاعضاء، عرضنا الى جانب مجموعه من القوى الديمقراطيه في البلاد، قاطعنا هذا الدستور هذا لاننا كنعتبروه لم يفصل بين الصور، لم ذاك الفصل ديال الصوره ديال مونتيسكيو ديال روح القوانين ديال ما اكثر من جوج ديال القرون مازال ما عندناش في المغرب، مازال عندنا تداخل بين السلطات. اذا حنا هذا المحور الاول العنوان ديالنا، غنتكلم على العنوان بعد نرجع لما يهم حمايه المال العام ومكافحه الفساد وحمايه المال العام. العنوان ديالو من اجل ملكيه برلمانيه، ما خافيش عليكم ان هو الطرح ديالنا ملكيه برلمانيه فيها ملكيه سود ولا يكون هذه التفاصيل، وفصل حقيقي للسلطات واستقلال فعلي للقضاء. كنعتبروا هذا المحور وهذا العنوان هو البوصله اللي كتحدد كل ما تبقى. رسالتنا الثانيه، المحور الثاني او المجال الثاني هو المجال ديال الاصلاح الاقتصادي الفيع. عندنا فيه 65 اجراء. العنوان ديال هذا الفصل هذا المحور هذا المجال العنوان ديالو هو من اجل اقتصاد تضامني، حرفيا من اجل اقتصاد تضامني تنموي ببعد اجتماعي، اقتصاد منتج يقطع مع اقتصاد الريع. انا كنتقاطع مع المعضله الكبيره ديال الفساد والمال العام، والاقتصاد الريع هو احد اوجه ابرز اوجه الفساد. رسالتنا الثالثه، المحور الثالث في مجال الاصلاح الاجتماعي، في كذلك 65 اجراء بواحد العنوان عريض هو اصلاح يقطع مع الفساد والريع. هذا العنوان اللي عندنا في البرنامج يقطع مع الفساد والريع ويقلص الفوارق ويضمن التماسك المجتمعي من اجل ضمان الحق في التعليم الجيد، الصحه الجيده، الشغل اللائق، السكن الكريم. رسالتنا الرابعه في الحقوق والحريات من 35 اجراء من اجل هذا هو العنوان، من اجل ضمان الحقوق والحريات وتوسيعها والنهوض بها. رسالتنا الخامسه في مجال الحقوق النسائيه والمساواه، لعله موضوع الساعة في السياق اللي حنا فيه الآن، من 20 اجراء من أجل معالجة هيكلية لقضية المساواة وإقرار المناصفة وضمان كرامة النساء. رسالتنا السادسة ما قبل الأخيرة في مجال حماية البيئة،
من 30 الإجراءات 30 إجراء من أجل إدماج القوى البيئية في السياسات العمومية واستراتيجيات القطاعية. رسالتنا السابعة والأخيرة تكون مجال الثقافة من 13 إجراء من أجل تعميم التنوير الثقافة التنوير والتحديد للجوية ديالنا كحزب، تعميم التنوير والتحديد وبناء مجتمع المعرفة وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة الكاملة. فالرسالة ديالنا الأولى باش نجي للموضوع ديال مكافحة الفساد وحماية المال العام، فرسالتنا الأولى في مجال الإصلاح السياسي والمؤسساتي كما قلنا قبل قليل اللي فيها 27 إجراء، عندنا أربعة ديال الإجراءات تهم محاربة الفساد وحماية المال العام وتخليق الممارسة الحزبية اللي تكلم عليها في الأخير الأستاذ الكريم السي أمغار، واللي هي موضوع كذلك موضوع الساعة بشكل من الأشكال بناء على ذلك التقرير ديال تدقيق الحسابات ديال الأحزاب السياسية. وهي هاد الإجراءات الأربعة اللي كتم في هذا المحور الأول اللي كتم حماية المال العام محاربة الفساد وحماية المال العام، هي أولا هي الإجراء رقم 7 في هذيك 27 إجراء، الإجراء السابع يدعو إلى حرفيا الرد الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة في المؤسسات والمرافق العمومية ومحاربة نهب المال العام بمتابعة كل المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية. نحن نطالب هنا طالب وكنأكد حتى دابا السلسلة اللي شفنا ديال واحد العدد الاعتقالات واحد المتابعات على الاتحاد، نحن واضحون على هذا المستوى لازم عدم الإفلات من العقاب اللي كان جاري به العمل عبر عقود من الزمن. ثم الإجراء الثامن بدون 27 من الإجراءات، الإجراء الثامن اللي كان ندي فيه بتخليق الحياة السياسية بالمراجعة الشاملة للقوانين الانتخابية وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تتوفر على كل الصلاحيات الضرورية بدءا من تسجيل في اللوائح إلى تقطيع الدوائر إلى إعلان النتائج. لعلمكم أذكركم كان بأنه الانتخابات في البلاد المغرب كتنظمها وزارة الداخلية، وهذه شيء هذه يمكن هذه واحدة من الخصوصيات اللي كيتغنوا بها الخطاب الرسمي الخصوصية المغربية، خصوصية المغربية الداخلية. حنا يعني الناس اللي حاكمين هما اللي كينظموا الانتخابات، دونك كينظموا مصالحهم كيفصلوا على قياسهم إلى غير ذلك. هذه تفاصيل كثيرة حنا كنطالبوا هنايا بشكل سميتو باش خص يكون هناك هيئة مستقلة بحال اللي كاين واحد العدد ديال الدول في تونس، ماشي دول كاع، خلي الدول ديال الشمال دول مشابهة للمغرب. فإذا هذا مطلب رئيسي على المستوى هذا اللي من شأنه يساعد باش ما يكونش وصلوا الفاسدين والمفسدين أعلى المراتب في المسؤولية سواء التنفيذية أو التشريعية. في شأن مجال الإصلاح القضائي فإننا في حزب إدارة الإصلاح نعتبر استقلالية القضاء شرطا أساسيا لكل الإصلاح، وندعو نقرركم حرفيا في الإجراء رقم 13 وضع آليات جديدة للتخليق وخاصة عبر مسطرة جديدة للكشف عن ممتلكات القضاة، لعل انفجار ملف السماسرة داك الملف الأخر اللي الناس دابا راه دخلوا له المشاهد واحد القضيه واحد الخمسه، هذا الملف هذا ديال الملف ديال السماسرة المحاكم ديال الجهات التربيضه مؤخرا والذي طالب موظفين ومحامين والقضاة دليل على الوجاهه ديال هذا والرهينيه ديال هذا الاجراء اللي هذا الاقتراح ديالنا اللي كان في البرنامج الانتخابي ديالنا ديال 2021، ماشي اليوم عندنا حتى وقع هذا الشيء. في مجال الاصلاح الاداري يدعو حزب إدارة اليسار الديمقراطي في الإجراء رقم 16، هذا الإجراء الرابع من ضمن الإجراءات التي تهم الفساد، إلى فيه الدعوة إلى التعيين في مناصب المسؤولية باعتماد مبدأ الكفاءة المهنية والاستحقاق وفق معايير للترشيح علنية وشفافة وضامنة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. راه حنا عندنا واحد المعضلة خلاص راه كلشي كنكتبوا هذيك المشكل المأزق اللي صعوبة اللي عندنا في خطابنا حنا كحزب واحد عدد الأحزاب الجادة والتقدمية والديمقراطية، تخيل المشكل اللي عندنا هو أن واحد الوقيتة كل شيء كيقول نفس الكلام، المعضلة هي هذه، كل شيء كيقول خص المسؤولية بالشفافية وكذا. أنا نعطيكم واحد المثال عشناه مؤخرا، أنا كنتمي للقطاع ديال التعليم، مؤخرا فتح الباب ديال كاتب عام الوزارة، وزارة كاتب عام تبرعوا الناس من المدير في الأكاديمية ديال الدار البيضاء يعقوب، تبرعوا الناس، خلاهم كاملين وجابوا واحد ما دخلش كاع الممرض. لانه كان في الديوان ديال البراء هادشي يلا ما كانش سلام هو هادشي هذا جزء من هذيك المعضله اللي كان ديال التعليم داك الحراك داك التمن الباهي اللي ادوا ابناء المغاربه اللي ما قراوش 6 شهور 7 شهور. اذا راه كلشي كيقول الشفافيه وكذا في التعيين كذا، راه كل خميس كيتم التعيين بناء على داك الفصل 92 من الدستور كيتم تعيين الناس مناصب عليا كل خميس في المجلس الحكومي،
هذاك التعيينات كيف من هذا اللي وقع ديال هذا ديال الكاتب العام ديال الوزاره ديال التعليم راه تعين في هذاك المجلس الحكومي حد ايام الخميس. ففين هي الشفافيه؟ فين هي فين هو التباري؟ على الاقل التباري وضع ملف وتبرع عليه، ما وضع لا ملف لا تبرع، خلاه تسلوا المواد التباري وداروا لي زونتونتيان وكملوا كل شيء وعيطوا للسيد قالوا له انت هو الكاتب. فرسالتنا في الاصلاح الاقتصادي التي تتضمن 55 اجراء من اجل الاقتصاد ينبني على التضامن والعمل والانتاج والقطع مع اقتصاد الريال، فان حزب دار الاقتصاد يفرد لذلك ما لا يقل على 6 ديال الاجراءات. يعني في المحور الثاني، المحور الثاني اللي هو المحور الاصلاح الاقتصادي كيف ما كنعبر به، عندنا واحد 4 ديال الاجراءات. الاجراء رقم 25 ضمن 65 اجراء، الاجراء رقم 25 محاربه الاقتصاد الريال ومنع جميع انواعه من امتيازات ورخص واحتكارات واستغلال النفوذ. النموذج ديال الاحتكار وديال استغلال النفوذ هو النموذج ديال المحروقات اللي كنعيشوا الان، كتعيشوا الغرباء كاملين كنأديو يوميا، كنأديو من الكلام ديال الخبراء وديال الحساب، كنأديو من درهم حتى لجوج درهم، من درهم ونص حتى لجوج درهم على كل ليتر ديال المازوط اللي كنعملوا في السيارات ديالنا او اللي كنشتغلوا به في مجال من المجالات. واستمرار الاغلاق ديال المسامير بما يتيح استدامه الاحتكار باش يبقى الاحتكار فعلا ديال الاستيراد والتوزيع ديال المحروقات مثال صارخ على هذا المستوى هذا. ويكفي نعطيكم واحد الرقم اخر رقم الى متبعين شويه واحد خبير المستوى ديال هذا المجال ديال المحروقات اللي هو حسين اليمني. اخر ما خرج هو انه لحد الان هذيك الارباح الفاحشه غير المشروع ماشي الربح، الربح مشروع الربح اللي بغى يعني على دراعو يربح الله يسخر، ولكن الربح غير المشروع هو الارباح الفاحشه وصلت من اللي تحررت من الحرارة من الكيران هذا القطاع ديال المحروقات وصلت اليوم 64 مليار درهم، 64 مليار درهم الى حد الان اخر الارقام. الاجراء رقم 26 في اطار هذا المجال ديال محاربه الريع في المجال الاقتصادي هو محاربه مظاهر الريع بانهاء الرخص في قطاعات النقل والمناجم والمقالع والصيد البحري والمياه. هذا البرنامج ديالنا الاخوان، تتساءلوا الاخوان كيتساءلوا على شنو عندنا في برنامج الاحزاب السياسيه فيما يتعلق بمحاربه، هل عندنا تنقولوا لان كلمه رخص ربما ما كتفتش لا تفيد الغرض، لي زاغريمون الكريمات ديال النقل والكريمات ديال المقالع وديال اعالي البحار، هاد الكريمات كلها الصغير فيها والكبير خصو يتحيد، خصهم ما خصش يبقى الكريمه. ونعطيكم واحد المثال باش تبان لكم الفضاء، واحد البنيه تزادت، واحد البنيه راه جات في فيسبوك واحد الفتره، واحد البنيه تزادت في كرسيف، الزروره ديالها الزروره اللي جابها شي ضالي من البلاصه اللي كاين في هاد البلاد، الزروره كريمه، الدريه مسكينه ما هزات محطات بقى كيتقولوا المغاربه ملاك مليكه كيتقولوا بالدارجه، ما هزات محطات كريمه اللي غادي تبدا تضر عليها واحد الدخل ما عندها فيه حتى شي مجهود، ما عرفات فاش فات. هذا وهاد الكريمه راه فيها صغيره، هذه صغيره داكشي اللي ما كنعرفوش كنا من البحر الهي ولا اعالي البحر وكذا اللي كنسمعوا عليه من بعيد. فاذا خصنا نقطعوا معاش برنامجات نقولوا نقطعوا معاش، هادشي انا نقول لك تقطع ما يبقاش كاع النظام ديال الكريم لا في النقل ولا في المقالع ولا اللي عنده راس مال ويدخل يدخل ويستثمر بدون ما يسمى هذا الروح. اذا الاجراء رقم 26 محاربه هو هذا الاجراء رقم 27 اعاده النظر في سياسه التدبير المفوض، هذه السياسه التدبير بما يحمي مصالح، هذا هو الشيء اللي عندنا في البرنامج، بما يحمي مصالح المواطنين والمواطنات ويحافظ على المال. دابا بلات عندنا واحد الظاهره هي غادي كتوسع ديال تدبير المفوض، فوض وشكل ما شكل الخوصصه بشكل مقنع، الخوصصه تحت غطاء ديال دوك لي دروا بي بارتناريا بيبليك بريفي اللي كتحول واحد الاداه ديال المغاربه لواحد الاجراء في واحد الوضع ديال الذل ديال المهانه ديال احسن الاحوال الا خلصوا كيخلصوا بالسمي، الا خلصوا كيخلصوا بالسمي، والحال انه كان يفترض ان يكونوا موظفين ولا مستخدمين والعمال ديال المرافق العام ديال الدول، هذه مرافق عموميه ونقول لكم بان ماشي مستحيل في الاوج ديال الحراك ديال بحال اللي كان عندنا ديال شيخ فبراير ديال الحراك المغاربي والعربي في تونس بين عشية وضحاها خدوا واحد القرار في الليل اصبح مطبق اللي خدام في شي مؤسسه كيولي ينتمي لديك المؤسسه،
واحد بحال عندنا مثلا واحد العون ديال واحد ديال الحراسه في باب ديال السبيطار لغد ليه صباح مستخدم ديال السبيطار ديال المستشفى ولا ديال المدرسه ولا كذا ونهاو هاد ولكن في اوجع واحد الزمان اللي كانت تونس طالعه بالغلط كان غادي اكتشاف الاجراءات 28 ضمن هاد الاجراءات هادو اللي ديال الاصلاح الاقتصادي ايقاف العمل بالنصوص التمييزيه لخدام الدوله عملا بمبدا المساواه المواطنين الحكايه ديال خدام الدوله في راسهم حنا درنا برنامج اعتقد ان فيه واحد شويه الجرأه شويه ديال الشجاعه كنتحملوا فيها المسؤوليه كامل المسؤوليه باش من حق ياخذ فلان ولا فلان ولا 40 سنه اللي خدام فيهم اللي ديال مع الاساتذه ديال بعض الاحزاب اللي يحسوا بعض الصف الوطني وكذا باش ما نقولش كلام اخر ولكن اللي خداو دوك لي فيلا وكذا في الطريق الزعير في الرباط خدام الدوله هاد حنا كنقولوا خص هادشي يتعاود في النظر وتلغى هادشي هذا وما يبقاش هاد الباب مفتوح ديال واحد النوع ديال التمييز اللي فائده مجموعه من المغاربه هذا نوع شكل من اشكال ديال الريع الغير مرتبط الاعداء الغير مرتبط الاجراء الاخير ديال هذا المستوى هذا هو رقم 10 اذا هاد الاجراءات كلها اللي تناولت الاجراء ديال فصل السلطه الماليه عن السلطه السياسيه هذا الاجراء 30 في الاصلاح الاقتصادي هذه تعتبر معضله المعضلات هذا نموذج النموذج ديال الاستيراد وتوزيع المحروقات الا بغيتو نتكلموا عليه بشكل مفصل انا كنت في المحمديه وكنعيش ديك الملحمه ديال الاغلاق ديال شركه السبيل فالاستيراد وتوزيع المحروقات والمحطه ديال تحليه الماء ديال الدار البيضاء اللي غادي دار هذا واحد جوج ديال النماذج ديال التداخل ديال السلطه بالمال اللي خصنا نقطعوا معها ونطالبوا حنا في برنامجنا باش يتم القطع اذا هذه مجموعه ديال هذه مجموعه ديال 10 ديال الاجراءات ديال الامثله تترجم انشغالنا كحزب في قضيه مكافحه الفساد وحمايه المال العام وتخليق المشهد السياسي والحزبي ولعل تواتر الفضائح مؤخرا ومتابعه العديد من المسؤولين السياسيين الفضائيين يعطي اكثر من مبرر لانشغالنا هذا بل ويستوجب ان تتضافر جميع الارادات الحسنه وتتكثف اطار جبهه كتصور ممكن تكون شي جبهه وحنا ما غنقدوش حنا انا حنا نقولوا حنا الحزب ما قادرش على هادشي شي بزاف شي كبير ولكن يمكننا نتعاونوا نبدو يدينا للاخرين المجتمع المدني احزاب اخرى عندها نفس الاراده ونفس كيمكن فعلا ناثروا ونساهموا في اننا نواجهوا ونحاصروا هذا الدوبي ديال الفساد في الفساد اللي ضاع المغرب في الرتبه 97 هذا واحد اخر تقرير ديال الترونسبارونسي انترناسيونال ما قالوا 97 ضمن 180 دوله وتسعود عربيه بهذا الترقيم هذا هذا الترتيب ماشي معبر بشكل جيد حتى هما تيقولوا عليه ولكن اللي معبر هو كاين واحد السلم من صفر حتى ل 100 صفر هي قمه الفساد 100 هي قمه الشفافيه والنزاهه الو 100 مع التحت في العالم حتى دوله صفر مع حتى دوله ولكن كاين اللي قرب لصفر وكاين اللي قرب ل 100 المغرب 38 المغرب 38 ميم بارانويا ميم با المتوسط ديال هذا السلم هذا اللي ديال هذا السلم كيتسمى سي بي اي ماشي ديك المحكمه الدوليه المحامين تمشيو هذه كتسمى لونجلي قليلة نقراها بالمقلوب دونك لانديس دو واحد المؤشر تيتسمى مدركات الفساد مدركات الفساد فوالا مؤشر ادراك الفساد ومدركات بالجمع هذا المؤشر هو هذا السلم من واحد من صفر حتى ل 100 الى غير ذلك ولكن كيهمني بزاف نقول واحد الرقم ماشي انا اللي خرجته ماشي حنا نخرجوا حنا يقولوا السياسيين كيديروا النقابيين ولا كذا الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرجوله اللي راسها واحد السيد عنده مصداقيه في نظري تقديري البشير رشيد هذه مؤسسه رسميه هذه كتقول البشير قال في ضيافه هذيك المؤسسه ديال ضيافه مؤسسه الفقيه 2022 هذه عامين ما كملش قال بانه بلادنا بسبب الفساد كتضيع منها 5 حتى 7% من الناتج الداخلي القومي سي غراس حنا راه كيدور عام كله كنجيو نحسبوا بشحال تزاد الثروه في البلاد كنلقى 1.5 2.5 كذا في المغرب دابا حاليا كنطمحوا نقول 3.5 4 و5 حتى 7 كتمشي بسبب الفساد وبمؤسسه دستوريه رسميه اللي كتقول هذا الكلام ماشي حنا هل باش بان لكم هذا الرقم هذا باش يبان اكثر غادي نعطي غادي نحولوه كيما حولوه هما نحولوه
هي 50 حتى 70 مليار درهم سنويا. هذا البشير ماشي انا ماشي احنا، هذا البشير الرشيدي المؤسسه ديال هيئه ديال حمايه ديال النزهه. 50 مليار، وهاد 50 مليار باش تبان الخطوره ديال الفضاعه ديال 50 مليار كيمكن درهم كيمكن لها تبني لنا 300 مدرسه و 150 مستشفى مجهز باحسن التقنيات. 300 مدرسه و 150 سبيطار. اذا باش تبان لكم الحجم ديال الهضر وديال المال العام اللي كيضيع بسبب واحد الكارثه سميتها الفساد. وبالمناسبه اذا كنا احنا 5-7% لا مويان، لان الفساد هو ماشي خاص بالمغرب، باش ما نكونوش عاوتاني تنكذبوا على راسنا نقولوا راه مثلا النرويج راه ما فيهاش الفساد ولا الدار ولا لا، الفساد كاين فيما مشيت ولكن ماشي بهذا الحجم. لا مويان على الصعيد العالمي 3%، شتي حنا فين واصلين؟ 5-7%. لا مويان على الصعيد العالمي اللي كتقول هذه الهيئه الدستوريه، لا مويان على الصعيد العالمي للمقارنه 3%. اذا غادي نتناول سمحتوا لي الشق الثاني كيف جا في التقديم، اللي هو هذاك التقرير الاخير ديال تدقيق الحسابات اللي جاب على طرف المجلس على الحسابات. حنا اللي هو حقا في كارثه وفضيحه، وفي فضائح والناس منهم مقاومتهم الناس فضلا اللي كتخرج راه كيقولوا راه تجازت حتى الخطاب ديال السي ديال صاحبي معايا في الجمعيه تيقول الاحزاب كل الاحزاب واحد الوقيته قال بعض كنسطر على بعض مزيان اللي انتبهت وقلتي بعض المشكل اللي حاصلنا هو هذا يعني الناس كدير كلشي في السله وحده لان هذا خطاب سهل يقول كلشي صفار سهل هذه سهله احسن ما تبدا تتصنف وتميز خاصها مجهود فكري وكذا وديني وتقارن وتميز لا سهل كلشي شفا كلشي ما يسواش كلشي ما يصلحش في الاحزاب في الجمعيات في النقابات هذا الخطاب السهل اللي كاين في المجتمع ديالنا ولكن كاين اللي يوريو زعما ماشي جاي من والو غير هو ماشي صحيح ماشي صحيح ما يمكنش نتظلموا ونتسماو كل الاحزاب فاسده هادشي غير صحيح في هذا التقرير هذا اللي كيتعلق كيف ما جا راه ثاني شي شويه الدكتور المحترم تتعلق ب البلاد فيها 34 حزب 29 عطاو التقرير ديالهم التقرير اللي هما ملزمين به الدستوريين سمع عطاو التقرير للمجلس الاعلى للحسابات 29 في هاد 29 18 هما اللي خداو الدعم لان كاين اللي عطا فين هو النصر كاين تاع حزب النهج عطا التقرير ولكن ما خدنا الدعم ما خدنا دعم له خدينا دعم ولكن عطاو التقرير على داك الشيء اللي كاين كواحد واحد القدر ديال المال بائس المهم عطا الله والو ولكن اللي خداو الدعم 18 واحد الحزب 19 خدا دعم للشيعة المشاركة النسائية 18 فلان خداو دعم داك الدعم ديال التسيير السنوي الاستاذ فصل في هذا الشكل في الماده 32 في القانون ديال الاحزاب انواع ديال الدعم خليونا غير في النوع ديال هذا الدعم هذا ديال التسيير اللي كيتعطى سنويا الو في هذا 18 اللي استفادوا من الدعم كلهم تلقاو ملاحظات دابا المجلس الاعلى كيعطيك فلوس كتعطي التقرير كاين الملاحظات كيمكن تكون ملاحظه تشكيليه كيمكن تكون ماشي بالضروره اختلاس ولا تحويل ديال المال ماشي بالضروره ولكن يمكن يكون اختلاس ويمكن تكون تحويل ديال المال هذا الحال وكاين القوانين اللي كتجزر هذا الشيء فاذا الدعم تخط في اطار القانون يعني الاحزاب كاين الماده 170 الفصل 147 من الدستور قانون تنظيم الاحزاب قانون المحاكم الماليه هذا واحد المجموعه ديال التشريعات القانونيه اللي تشرعين انه يكون هناك دعم للاحزاب الى حدود 28 فبراير اللي قال الاستاذ قبيله اللي صدر هذا التقرير لم يقم 18 حزب من اصل 29 التي قدمت حسابات المجلس الاعلى بارجاع مبالغ الدعم غير مبرره صرفها ما كاينش مبالغ الصرف ديالها غير مبرره ما تقدمش لانه اللي غير مبرر خصو يرجع ونعطيكم واحد المثال ديال راهو جايين مثال ديال اعتمادات او دعم اللي رجع بالكامل من طرف واحد جوج ديال الحساب الو وهاد المبالغ اللي خصها ترجع 26 مليون درهم 1.6 مليار اللي زاد 1.5 مليار هذه الاحزاب ملزمه قانونا ترجع مبالغ الدعم غير مبرره الصرف طبق الماده 40 من قانون الاحزاب تحت الضائله عدم الحل سهل يعني
ترجعها ما ترجعهاش ما تستمرش المره الجايه ما رجعتيش ما تستمرش المره الجايه هذه وحده بل ممكن تكون المتابعه القضائيه المتابعه القضائيه وهو متنص عليه صراحه الماده 47 من قانون الاساسي المشار اليه هذا يحيلني القضيه ديال الدعم السنوي الاضافي اللي تكلم عليها الاستاذ وخلط اعتنان شويه بالنسبه للاخوان في الاعلام للدعم السنوي المخصص للدراسات والابحاث هذه بحقها فضيحه داك الشيء وقع فضيحه يتعلق الامر بالمبلغ الاجمالي جوج المليار مليار سنتيم اللي تعطات لواحد سبعه د الاحلام سبعه اللي طلبوها ماشي زعما تعطاتهم هما بشكل في محاباه ولا كذا لا طلبوا اللي طلب عطوه داك الشيء بواحد الكوطه معينه بواحد الحساب معين هذا الحساب لم تصرف هذا الدعم وفق ما ينص عليه القانون وتوصلت باعذارات من المجلس على الحسابات اللي رجع المبالغ غير المبالغ صرفوها جوج ديال الاحزاب اللي قلت لكم جوج الاحزاب رجعوا المبلغ كامل قضية حاضرة رجعوا مشاو تيجيو رجعوا بي بي اس والاتحاد السوري رجعوا داك الشيء خرجوا من الموضوع ولكن جوج ديال الاحزاب الاخرين رجعوا شي حاجه جزئيه والباقي ما رجعنا تفاعل لحد الان سبعه الاحزاب مسلمه الدعم من هذه سبعه ديال الاحزاب مسلمه وهنا ناهيك على كون هذه الاحزاب تصرح بانها انجزت هل الجانب القضائي انجزت عدد من الدراسات 44 دراسه اللي تيقولوا نجزوا سبعه الاحزاب او خمسه واحد جوج 44 دراسه وتتستر على النتائج داروا دراسه وفي النهايه ما عطوهاش المجلس على الاحزاب بل وهم ملزمين انهم سمعتوا النتائج ديال التفاصيل بام دار 8 دراسات مع 8 المكاتب كل دراسه مع مكتب من المكاتب ديال الدراسات احرى ثلاثه ديال الدراسات مع ثلاثه المكاتب الاستقلال خمسه دراسات مع خمسه المكاتب الاتحاد الشراكي 23 دراسه مع مكتب واحد في الصفحه 89 بالضبط الصفحه 89 من التقرير والله هو كيف العدد 100 داروا خمسه ديال الدراسات مع ثلاثه المكاتب ودوك جوج دراسات اللي ماشي مع المكاتب واحد داروه مع الشبيبه عطاو الشبيبه 30 مليون دير دراسه وعطاو للخلفي وزير المعلومه اللي كتعرفو عطاو للخلفي واحد حتى واحد البركه ما كتعرفش 2 مليون شي حاجه هكا حتى هو باش يدير دراسه هذا الوضع ديال التنافع على الاتحاد هذا الوضع ديال التنافع اللي كيسيء لينا حنا كان ممكن حنا بولاد الحزب الاخر شغلوا هذاك لا عرفتي كيضرنا عرفتي راه كيدلولوا الغربه كيقولوا في الاخر كما قلت لكم الاخر كنكون غادي نقولوا احزاب فاسده سالينا كنقولوا حتى حنا غادي داخلين في هذه السله هذه ديال التي تنعت بالفساد فاذا هذا الشيء ديال الخلفيه ديال كذا الصحه 103 هذه واحد الاحاله فيما يتعلق باش غادي نكونوش بعيدا عن الافتراء ولا على وهي الدراسات التي يتساءل تقرير المجلس الاعلى عن مخرجاتها المجلس الاعلى كيسول فين هي الدراسه فين هي ما عطاوش الطريف في العمليه هو ان حزب البان لم ينشر نتائج الدراسات بدعوى التزامه مع مكاتب الابحاث بعدم نشر النتائج خارج داك اليوم راه الناس اللي درنا داروا لنا الدراسه قالوا لنا ما نشرهاش خارج الحزب ما نعطيوش المجلس الاعلى فاذا هذه اذا كان هذه الطريفه من الطرائف فان الادهى هو التواطؤ في اختيار مكاتب الدراسات بعينها وضع من التنافي مفتوح واضح فكيف يختار حزب وطني عريق مكتب دراسات اسسته قياديه حزبيه حديثا اسست مكتب ديال الدراسات جات خدات 50 مليون باش دير دراسه على المكتب ديالها وكيف يختار حزب اخر مكتب دراسات واحد اسسه حديثا كذلك اعضاء من القياده الحزبيه ويفوض له بانجاز 23 دراسه في نظري لا مناص من تفعيل الماده 47 كاين قانون ديال الاحزاب الماده 47 اش تقول هذه الماده تكيف هذه الوقائع كاختلاس للملاعب ونستغرب كذلك بدورنا كحزب نستغرب انه النيابه العامه ما تحركاتش متعلق بالشكايه وضعوا القبوس ديال الاخوان ديال المكتب ديال الجمعيه المغربيه لحمايه الملاعب فتوضعت شكايه خصها تجي تحرك الحق ونقولوا لنا الناس ابرياء وقال انتم غالطين ما فاهمينش ورجعوا لنا كيف تقدر غادي اخيرا وحيث ان الفساد يكون بنيويا يخترق جميع القطاعات فرسالتنا في شان مكافحه الفساد وحمايه المال العام وتخلق المشهد السياسي والحزبي رساله عالميه حاضره في جميع المجالات ولا بد من استراتيجيه شامله هذا هو اللي يمكن نصوروه انه يمكن نشتغلوا عليه جميعا
مع الجميع. احنا مدين الدين لكل المجتمع المدني، الاكاديميين، الاعلام، احنا مدين الدين الجميع. لابد من استراتيجيه خصي يحضر فيها التعليم، المدرسه، المناهج والبرامج. هذا الموضوع ديال خصو يبدا من هنا، خص في المناهج والبرامج ديال 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 التعليم اللي كيقراو ولادنا خص يدخل هذا الموضوع، خص يكون حاضر. خص الاعلام كذلك، الاعلام خص يتشرك ويكون حاضر. خص المجتمع المدني يشترك ويكون حاضر، وصولا الى تجديد التشريعات القانونيه تجاه كل اشكال الفساد. درجات في الاجراءات اللي قدمنا، وفي مقدمه هذه التشريعات الحاجه الماسه لاعاده اخراج قانون الاطراء غير المشروع. هذا القانون اللي كذلك متابعه الجمعيه ديال من الحوايج اللي ما تابعوش لها بزاف الغرباء، والراي العام في الحاجه مزيان. هذه الحكومه راه جات سحبات القانون ديال واحد المشروع قانون كامل، سحبات. عارفين اش كيديروا، عارفين اش كيديروا، وعارفين بانه من اكبر المعنيين بالامر هو نيت. فاذا هذه بعض المقترحات اخوات والاخوه، وكنتمنى نكون جاوبتكم على السؤال ديال مكافحه الفساد وحمايه الملاعب في البرنامج ديال حزب الاداره والاقتصاد الديمقراطي. كنتمنى نكون تواصلت معكم في كل المستثمرات على بعض المستجدات اللي تم التقرير ديال تحقيق الحسابات ديال الاحزاب السياسيه. احييكم تحيه نضاليه عاليه. شكرا.